الآن مع الشاعر أحمد عيسى القرشاوي. قرشاوي. قرشاوي. قرشا. 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 قاف والله. هي قاف. أصبعا. بنقول عليها غير. منور يا أستاذ أشرف. هي احنا عندنا في اللغه العربيه قاف بتنطق الجيم، في القرايه بتبتدئ قاف، فاحنا العيسى القرشاوي وقت النطق والقرشاوي وقت القرايه. انا مش هضيع وقت حضراتكم، يعني الدكتور حسام والاستاذ صار والاستاذ سلطان، والشكر موصول للاستاذ عوض الاصفاري صاحب الدعوه، هو اللي عزمني، انا ما كانش عندي خبر. بقول النوبه مش اي كلمه، دي كلمه معناها الذهب، ارض الحضاره، اسالوا التاريخ عنها كتب، كلمه فريده في اسمها لكن عريقه في النسب، كلمه صغيره في حجمها لكن كبيرة في الحسن. نوبتنا في أقصى الجنوب إشارة الماضي العريق، ماضي الحضارة اللي بتنوب عن الجواهر والعقيق، حضارة تهواها القلوب، أسطورة الماضي العتيق. يجوها ناس من كل صوب مجذوبة من سحر البريق. هتقول لي فين؟ هتقول لي مين؟ هقول لك موجودة في معبد كلبشة، وكمان في معبد جد حسين والدكة، وواصلة لحد قرشة، وأبو سمبل رمسيس الثاني اللي عمل من الشمس كوشة. تدخل في داره مرتين، يوم ميلاده ويوم جلوسه على عرشة. اسألوا التاريخ هيقول لكم النوبة كانت مملكة حقيقة محفوظة في أصول ما فيها غش وفبركة. في الكرم بتلم الشمول، ما تهبش ابدا معركة، وفي الفرح بتدق الطبول، اراجيل ورقص وفندكة. النوبة مجموعة فنون تشكيلة من كل العصور، فرعوني وقبطي على كل لون في كل دور. النوبة غنوة في احلى طول وعود ودف ونغم طابور. يا عاشق النوبة هوي، تعالى شاركنا السرور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.